النقيب شهيد خالد المغربي الشهير بدبابة، حضراتكم شفتوه في مسلسل الاختيار، بالتحديد شفتوا محمد حمدي فناننا اللي جسد شخصية الشهيد خالد. معانا الفنان محمد حمدي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ يوسف، ازيك؟ بيك عامل ايه؟ وتحياتي للساده المتصلين كلهم. انا تمام الحمد لله، الحمد لله يا رب يا رب يا دايما. رب. انا يمكن عايز اسالك على تجسيدك لشخصية خالد مغربي، جبت ملامح الشخصية ازاي ومنين؟ الملامح الإنسانية بالتأكيد، يعني ملامح الشخصية مش الملامح الخارجية. والله انا اشتغلت على الشخصيه يوسف من بدري قوي. انا اشتغلت على الورق كله، ابتديت اقرا. انا هقول لك كلام من اول مره اقوله. يعني انا كنت ناوي رمضان اللي عملنا فيه مسلسل الاختيار دوت ان انا هبقى اوف سيزون ليا ومش هشتغل. فاستاذ بيتر مي بعت لي الورق، قال لي في شخصيه مهمه جدا، بتاعت شخص مهم في مسلسل الاختيار اسمه خالد مقربي. انا كنت طبعا اسمع عنه من الاول، طبعا خدت الورق وقريت الورق. الورق شدني، يعني القصه بتاعت البطل شدتني يعني بطريقه غير طبيعيه، يعني بتاعتهم كلهم، يعني فكره شبراوي وخالد ومنسي، كل الرجاله ديت القصه، يعني كل واحد من الشخصيات ديت يتعمل له مسلسل لوحده. يعني خالد مغربي عنده من الاحداث وعنده من الاشياء اللي ممكن تسرد في القصص، يعني تشيل 30 حلقه لوحده. صح. ابتديت اقرا الشخصيه، ابتديت عايز اعرف الراجل ده كان عايش ازاي، يعني عايز اعرف مين مامته، مين باباه، مين اخوه. ابتديت اتكلم مع اخوه كان عايش في السعوديه، ابتديت اتكلم معاه، ابتديت اتكلم مع والده ووالدته، رحت البلد عندهم. الفكره احنا معترفين كلنا ان كل واحد بيخدم بلده من المكان اللي هو فيه، طبعا حضرتك من مكانك، انا من مكاني. طبعا بس لما دخلت وقريت وقعدت اقرا ودخلت شفت عيش الناس دي، العقيده مختلفه تماما. انت متخيل ان خالد مثلا كان يعلم ان زوجته حامل، هو كان نازل اجازه، عارف ان في هجوم على البر، لف ورجع. انت فاهم، ساكت، فاهم فكره هو ان حط هو البلد قدام، قدامه، حط البلد قدامه قبل اي حد، قبل اي حد، فاهم؟ في مشهد في المسلسل خالد كان بيتكلم على الجهاز، بيقول لهم يا جماعه انا عايز اعرف اكتر عدد جاي لكم من اكتر مكان جاي لكم منه تهديد عشان اخش لكم منه. انت فاهم الفكره؟ هو رايح بعسكري، دبابة يعني هو رايح دبابة. ايوه هو رايح بعسكري واحد، واكبر عدد عنده هجوم دوت على الاقل هتلاقي فيه مثلا اكتر من 200 ارهابي. انت متخيل؟ انت فاهم الفكره الناس دي عايشه ازاي؟ فالموضوع طبعا شدني جدا 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 جدا. دخلت اشتغلت على الشخصيه. برضه بالمناسبه انا اول مره اقول الكلام دوت ان انا لن اتقاضى اجر في هذا المسلسل عشان احاول ان انا ساعدت، يعني او ان انا اكون مثلا جدع فهمت باي جزء من الابطال ده عملوا عشان خاطري وعشان خاطرك وعشان خاطر الناس كلها. ما شاء الله عليك. الـ 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 الابطال دول بصراحه يعني هم وجعوا لي قلبي وفرحت كل المشاعر كلها، كله ايه يعني اكتر كل حاجه المشاعر. في ملامح شخصيه خالد مغربي كانت لافته لنظرك؟ مش الملامح الخارجيه، الشخصيه. كان اه هو راجل صغير. انا لما نزلت البلد عنده فتوخ وفهمت هو كان راجل صغير، يعني راجل صغير كان بيقعد في قعدات بيصالح ناس كبيره في المنطقه عندهم كلها. هو راجل صغير، هو راجل عنده 27 سنه، هو شاب 26 سنة. طبعا، كان نقيب رحمه الله عليه. انت متخيل؟ انت متخيل عنده من الانسانيات ومن يعني انا رحت، انا سالت في كل المنطقه كلها بالبلاد المجاوره، مش حد ما يعرفوش، عشان هو استشهد من قبل خدوم وبيسأل على كل الناس وبينزل يحل مشاكل ده وبيساعد ده هو وبيساعد ده. كبير برغم سنه الصغير، بس هو ده اللي كبير. عايز اوصله، بس مظبوط مظبوط. يعني ربنا يرحمهم يا رب، يا رب ربنا يرحمهم. الناس دي لو كل واحد عرف الناس دي بتعمل ايه عشان خاطر الناس دي تفضل احنا نفضل كويسين والبلد تفضل كويسه، يعني لازم يبقى فخور ان عندك في مصر رجاله وشباب بيعملوا كده عشان خاطر البلد دي، لازم يبقى فخور. صح. أنا بشكرك جدا 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 فناننا الرائع محمد حمدي، ويمكن حضراتكم طبعا تتذكروا دوره وهو بيجسد شخصية خالد المغربي رحمة الله عليه، النقيب خالد المغربي الشهيد، النقيب خالد المغربي المعروف بدبابة.